أنا اليوم في أكاديمية شرطة دبي، والكل هني متحمس لحفل التخرج اللي بيصير تاريخ 1/2/2024. هالسنة بيكون في الحفل شيء مميز ومختلف عن كل سنة، بس قبل ما نقولكم عنه تعالوا نسأل الطلبة اللي بيتخرجون كم من سؤال. تذكري شعورك يوم كنتي أول يوم في الأكاديمية؟ طبعاً بداية الشعور كان خوف وقلق، بما أني يعني ببدل حياتي من حياة مدنية إلى حياة عسكرية، فما كنت أعرف شو اللي ينتظرني يومياً. شو شعورك وانت بتتخرج اليوم؟ متحمس وفخور جدا من نفسي اني خلصت مرحله صعبه جدا من حياتي، وترى القادم ان شاء الله القادم يكون افضل. شو اكثر شيء متحمست له في الحفل؟ اكثر فقره متحمست لها هي فقره تكريم الاوائل، لان انا من ضمن الاوائل ووايد فخوره اني بتوجه وبتكرم قدام الشيخ وامثل نفسي واهلي في نفس الوقت. اجتهد بفخر. بيتم باذن الله تخريج الدفعه 31 للطلاب المرشحين والدفعه 4 للطالبات المرشحات في اكاديميه شرطه دبي، وبنحتفل بتخريج 75 مرشح و30 مرشحه درسوا بكالوريوس العلوم الامنيه والجنائيه لمده 4 سنوات، وبيتم تكريم الاوائل على الدفعة والطلبة المتميزين، وكالعادة بنستمتع بالعروض اللي بيسوونها الخريجين وعروض فرقة الشرطة الموسيقية. بس لحظة، ما قلنا لكم شو الشيء المميز هالسنة، اكتبوا لنا توقعاتكم ومنشنوا ربعكم الخريجين.